العاشرة تقول لنا: قررت امرأة يائس أن تعتد 3 أشهر لأن زوجها توفي عنها. إذا امرأة يائس شحال عندها ديال العدة؟ يائس، ولكن هنا يرى متوفى عنها زوجها، وبالتالي هنايا الحكم الشرعي غير جائز، غير جائز لهذه المرأة اليائس أن تعتد 3 أشهر. علاش؟ لأن زوجها توفي عنها، وبالتالي لأن عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، 4 أشهر و10 أيام. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.